طيب معاكم الدكتورة منى سرايا، أستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة. هنكمل المحاضرة اللي فاتت، وهتبقى عبارة عن أسئلة هتساعدنا على المراجعة. هنا عندنا طبعا بختار شو سوي، عشان ايه دي بتاعت تو وصام بتاعت نو. وبعدين هنا عندي جملة تو كنديان، تو ايه كنديان، انت جنسيتك كندي، فبالتالي في الجملة دي انا هستخدم verb être. إلى أن شيان عنده كلب، ده هنا طبعا verb avoir بتاع الملكية. elle s'appelle Mona، لأن سابيل هنا واحدة فيهم مكتوبة غلط، دي أصلا مش موجودة، بس كانت عشان اللخبطة يعني، لأن الأس دي ما بتجيش مع الأس التانية، فالإجابة الصح هي اللي بتسطر عليها وهي elle s'appelle Mona. وبعد كده nous sommes contents، content يعني سعيد، ودي بتعبر على حالة، عشان كده بناخد verb être، لأن طبعا مش هينفع نقول nous avons content على الرغم إن التصريف صح، إلا إن الverb اللي أنا محتاجاه هنا هوت verb être مش verb avoir، فبقول nous sommes contents. vous avez déjà، برضو بشوف التصريف الصح وهو اللي بختاره اللي هو avez. Ils sont allemands، هما جنسيتهم ألمان، و sont طبعا هنا verb être وهي اللي مظبوطة. elles sont secrétaires، نلاحظ إن هنا كل التصريفات دول بيجوا مع ال، بس أنا إيه اللي خلاني أختار sont دونا عن بقية الاختيارات التانية؟ أنا دلوقتي بختار بالمعنى، بختار يعني بالمعنى، عشان لو كنت قلت فون ده فيرب فعل يعني يفعل، يفعل سكرتير مش يعني غلط. الزون يعني عندهم، لو عايز اقول عندهم سكرتير هقول الزون اون سكرتير، بس هنا الزون سكرتير بعرفهم وبقول مهنتهم ايه، فنخلي بالنا ممكن التصريف يكون صح انما المعنى ممكن يكون غلط. je prends un café، شوفناها قبل كده. tu manges un fruit، un fruit اللي هو الفاكهة، ثمرة فاكهة. il a une fille، ما أنا أسفة ton fils، لأن fils هنا بمعنى ابن، فما ينفعش أقول ما وما ينفعش أقول son. مون ليفر، لأن ما ينفعش أقول تي وليه، لأن دول جمع وأنا عندي هنا الكلمة مفرد. طيب وهنا سا ميزون، لأن الكلمة هنا مفرد مؤنث، فبالتالي بتاخد أداة مفرد مؤنث، عشان سون دي بتاعت المذكر ولير بتاعت الجمع. نوتر شا، لأن طبعا نو ديت بتاعة المملوك جمع، ونو هنا يعني الضمير مش أداة ملكية أصلا. وفوتر شيان نفس القصة، ما ينفعش أقول فو لأن دي بتاعة الجمع وأنا هنا عندي الكلمة مفرد، وما ينفعش أقول فو لأن فو بتاعة الضمير. لور ليفر بالأس، لأن إيه هنا الضمير ولور دي بتاعة مفرد، إنما أنا محتاجة بتاعة الجمع. sur la table بتاعة المكان فوق الترابيزة، لأن دون la table منطقيا ما تجيش سو la table، سو مكتوبة غلط، فبالتالي أنا هستبعدها من الاختيارات، إنما sur la table فوق الترابيزة كده صح. طيب tu es professeur، أنت مدرس، لأن طبعا مانش ما تجيش ولا آه، لأن هنا بعرف بالوظيفة، بعرف بالوظيفة أنا محتاجة verb être. il va à Rome، ده verb aller لأنه
بالمعنى il a يعني عنده il prend يعني يأخذه و المعنى مش جاي إنما المعنى الوحيد اللي صح اللي هو verb aller اللي هو il va à Rome. Elle mange un fruit لأن طبعا التصريفات كلها صح نخلي بالنا التصريفات كلها صح إنما اللي يهمني هنا هو المعنى المعنى هنا mange اللي هي بتأكل. Il va à l'université. إيه هنا لو كانت دي آخرها تي كان ممكن تبقى صح لما أقول إليه على الـUniversité لأن إحنا خدنا من استخدامات verb verb être إن هو بيحدد المكان اللي أنا فيه إنما هنا هي متصرفة غلط مع الضمير دوت فبتبقى الإجابة الصحيحة il va. Elle est étudiante لأن الكلمتين التانيين فرنسي و étudiant دول مذكر بينما أنا هنا عندي الضمير مؤنث. هنا بقى عندنا التصريفات كلها صح انما انا هشوف المعنى سبورتيف يعني حد بيعمل رياضه نوسام سبورتيف لان ما ينفعش اقول نوزافون ولا ينفع اقول نوبرنو احنا ناس رياضيين بنعرف بنفسنا بنقول صفه موجوده فينا اللي هي سام. vous avez faim faim قلنا الجوع وفان طبعا ما تاخدش فيرب اتر هي بتاخد فيرب افوار بوليزي مش جاية بالمعنى برغم ان خلي بالنا برغم ان التصريفات كلها صح انما انا يهمني انهي فعل هو اللي جاي مع المعنى وهنا نفس الحكاية التصريفات كلها صح بس انا يهمني انهي فعل بيعبر عن المعنى عشان تعرف الاجابة الصحيحة شوف الكلمة اللي جاية وراها واعرف معناها ايه سواف يعني عطشان وسواف بتاخد verb avoir وفان اللي هي الجوع برضو بتاخد verb avoir. Elles sont contentes. Contentes دي يعني مبسوطين بيعبروا عن السعادة. برغم ان التصريفات برضو كلها صح. Il est triste. برضو نفس الحكاية تريست يعني حزين والتعبير عن الحزن برضو بياخد فيرب اتر. tu es commerçant هنا برضو فيرب اتر ان انا بعرف بالوظيفة بتاعتي. elle est musicienne برضو فيرب اتر هو اللي صح لانه بيعبر عن الوظيفة خدوا بالكم التصريفات كلها صح ما تستعجلوش شوفوا الكلمة اللي وراها وشوفوا معناها بيبقى ايه. Je suis journaliste. Elles sont infirmières. هنا بقى لاحظوا infirmier دي مفرد مذكر. بانكيير مفرد مؤنث. إنما خدوا بالكوا الفاعل هنا جمع. فإذا أنا محتاجة حاجة تكون جمع. Je vais en Égypte. لأن سوي دي مكتوبة غلط وسابل جاي غلط فإذا هي je vais en Égypte. il est à Rome لأن ما بنقولش en Rome بنقول à Rome. la maîtresse اللي هي المدرسة ودي شفناها في المؤنث والمذكر و un directeur مش un directeur un directeur. les secrétaires خلي بالنا هنا الكلمة أصلا جمع فأنا محتاجة أداة تكون جمع. ils vont au cinéma لأن أنا بقول aller au cinéma. elles sont grec الجنسية verb être دايما. il a froid هو حاسس بالبرد خلي بالنا بين إن froid وفان وسواف بياخدوا فيرب افوار وكونتون وتريست بياخدوا فيرب اتر. نو افون شو نشعر بالحرارة. جو سوي فرونسي لان جو بارل هنا انا ممكن اقول جو بارل فرونسي بس هي متصرفة غلط هنا لان بارل اللي اخرها اس دي بتيجي مع تو لو ما كانتش الاس موجودة كنت هقدر اقول جو بارل فرونسي.
Il est triste. Vous êtes avocat. خدوا بالكم هنا التصريفات كلها صح بس يهمني المعنى. افوكا شفنا يعني محامي. فما فيش لا افي ولا اريفي. الاجابه اللي بختارها ات. ما ميزون الاداه اللي صح لان دي بتاعت انت وبتاعت جامع وسو دي الاشاره بس الاشاره المذكر وتي فيس لان مش تا ولا ما لان تا وما دول بتوع المؤنث. ست في نخلي بالنا هنا في ست اللي هي باتنين تي وست اللي بتي واحدة اللي باتنين تي هي بتاعة الإشارة. ولوسيال اي كلير اخترت ايه ليه؟ لأن هي بتوصف حالة بتوصف إن السماء صافية. Il va au jardin لأن هنا جاردان اللي هي الحديقة فطبعا مش جاية مع فيرب أفوار. ما أنا ممكن أقول عنده حديقة بس لو كنت عايزة أقول عنده حديقة أو عندهم حديقة كنت هقول ils ont un jardin مش au jardin. La directrice le mois dernier لأنها مذكر لأن النهاية دي نهاية الصفة المذكر وسات عرب. Je m'appelle Mona ده حفظناه. Il s'appelle أحمد. Nous sommes étudiants. مونا إيه إيجيبسيان زي ألمان وكنديان كل الكلمتين دول مذكر. أنا اخترت المؤنث اللي فيهم. Ils sont italiens. لأن إيطاليان مؤنث جراك هنا مفرد عشان كده أنا استبعدتها. Es-tu français لأن فرنسا طبعا مش نافع يعني اسم البلد. Étudiant هنا جامعة أنا عايزة حاجة مفرد. طيب كنت وقفت عند tu es français اخترت فرنسي وما اخترتش فرنس عشان فرنس دي البلد. وبعدين ان كافي طبعا شفناها قبل كده ولا في شفناها قبل كده. ان فري وبعدين فري عشان هي مذكر فاخترت ان وسات هنا انا عارفه ان هي مذكر بس بتاخد بتيجي قبل الكلمات اللي هي أولها حرف متحرك. وبعدين عندنا ليه ليفر لأن هي في الجمع فقلنا بتاخد الجمع. وبعدين لا فلور الزهرة. عشان دول كلهم مذكر. طيب فأنا اخترت الحاجة اللي هي بتيجي مع التأنيث. وبعدين سو جارسون طبعا السبب واضح أنا ليه اخترت دي. وبعدين أنا عارفرو عشان طبعا هي مذكر وبعدين ما اقدرش اخد سو عشان سو ما تجيش مع أرب لازم تاخد ست اللي هي دي اللي شفناها فوق. طيب وبعدين عندنا اون فواتور لان ان ولو دول مذكر.
وبعدين سو مونتو لان مع مؤنث وليه جمع. وبعدين سات ميزون استبعدت تي لان هي بتاعت الجمع، واستبعدت ان لان هي بتاعت المذكر، وخدت سات لان هي بتاعت المؤنث. وبعدين لي ليفر استبعدت سي وسات لان دول بتوع المفرد. وبعدين لور فيس لان هنا لاحظتوا ان انا لو انا كنت حطيت ار هنا كانت لور كانت هتبقى صح، انما انا هنا حاولت الخبطكم ازاي ان انا شلت الار اللي في الاخر. وبعدين سي ليفر استبعدت دول لان دول بتوع المفرد، انا عندي هنا كلمة جمع. La voiture السيارة أنا عندي هنا واحدة جمع، بينما الكلمة عندي مفرد، وعندي واحدة مذكر وواحدة مؤنث، وأنا عارفة إن هي مؤنث. Sur la table لأن طبعا دون la table منطقيا ما تجيش بتاعة المكان. Sur la chaise تحت الكرسي ممكن. Cette semaine لأن إحنا بنقول une semaine، une semaine أسبوع بيبقى مؤنث. وبعدين سجور لأن لا وإن دول حاجات مؤنث، إن إحنا بنما إحنا بنقول جور مذكر. وبعدين سي موا لا دي أصلا كده غلط ملهاش مكتوبة غلط، وإن طبعا هي غلط لأن موا مذكر. إلي 3h30 لا سمان دنيا ولا نوي. ولسيال إيه كلير برضو عشان بوصف. إلفي بو il fait beau برضو ده verb faire معناها ان الجو حلو. il pleut الجو ممطر. نيجي هنا للمؤنث والمذكر. manche et noir لان هنا مذكر وبلانش ونوار دول مؤنث، اذا انا اختار الصفه اللي هي مذكر. son chien est blanc لان نوار وجريس دول مؤنث. طيب ليه شاسون جري؟ انا محتاجه كلمه جمع، جريس جمع بس انما هي مؤنث فبالتالي انا مستبعداها. بعدين نو بارلون ايطاليان لان برضو مانجون وفينيسون هي متصرفه صح، انما انا اللي يهمني برضو المعنى. المعنى ايه؟ ما ينفعش نقول مانجي ايطاليان ولا فينير ايطاليان، بنقول بارلي ايطاليان. Vous mangez des fruits. برضو متصرف صح بس انما نشوف المعنى. Il arrive à 5h. Je choisis. نخلي بالنا اول واحدة دي ممكن تخم عشان فيها خطأ مطبعي مقصود. Je choisis un livre. Et elle choisit des fruits. Je prends un café. Vous allez au cinéma. برضو متصرفة صح إنما خلي بالي من المعنى. Nous prenons un taxi. Je viens أول واحدة دي خدوا بالكم مكتوبة غلط.
دي اللي صح، التانية بتاعت قيل وقال. طيب je vais en France، لأن je vais طبعا va ما بتجيش مع je، وسوي هنا مكتوبة غلط. لو كانت آخرها اس ومكتوبة صح، كان يعني كنت كان زماني أخدتها، إنما هي مكتوبة غلط. فإذا الإجابة اللي هتفضل لي je vais en France aller à Paris، لأن في و فان مش بتوع ال خالص، مش بتوع ال مفرد خالص. Ils lisent un livre. يعني طبعا ils sont و ils mangent هي متصرفة صح، إنما معناها تشوف الكلمة اللي وراها، الكلمة اللي وراها هل هم كتب ولا هل هم بياكلوا كتب؟ لا، هم بيقروا كتب. Le chat est blanc. برضو نفس الحكاية، اخترت الصفة اللي مذكر اللي مناسبة. Les chiens sont noirs. و cet avocat، نخلي بالنا هنا حرف متحرك. سو طبعا بتاعت المذكر، انما طالما انا لقيت فيه هنا حرف الاي وحرف متحرك، ما ينفعش اقول سو افوكا، وان طبعا بتاعت المؤنث فهي مستبعده. مونا اي ديريكتريس ليه؟ لان افوكا هنا مذكر، ايكوليير جمع، ومونا هنا مفرد. احمد ايه سبورتيف؟ لان سبورتيف ديت مؤنث ودي جمع. جو سوي تريست بدل جي، لان طبعا مش صح. كونتون وتريست بتاخد فيرب اتر، وايه ديت مش بتاعت جو اصلا، فبالتالي انا هختار جو سوي تريست. هنا vous avez faim، سطروا على avez. Ils sont contents. خدوا بالكم لما بتقرا التصريفات صح، خدوا بالكم المعنى ومعنى الكلمة اللي جاية بعديها. Elles ont froid. هنا عندنا l'électricien، لأن ما أقولش le électricien، ما ينفعش، ولا les électriciens، لأن ما فيش هنا جمع. وليز انفيرميير وسي ميوزيسيان. الي بانكيير سي جورناليست، دي غلط، المفروض الإجابة الصحيحة هي سات، دي بس خطأ مطبعي، هي سات اللي هي دي. وبكده